النهارده قام الشغل، قام الشغل، والله قام الشغل. شوف بقى العجب بقى، قام الشغل بقى وواحد عامل لي ايه، يقول في الميكروفون شكارة البطاطس ب 15 جنيه وعم فاضح الدنيا، شكارة البطاطس ب 15 جنيه. اصطدم بواحد قاعد خانق معاه، عمال يقول له يا عم يا عم حاسب يا عم يا عم. طب ده منظر واحد يبيع، ده منظر واحد يبيع، ده واحد بيبطو مش بيبيع بطاطس. بعد مش بعد ما بشوف بشويه بكلم واحد زميلي لقيته عمال برضه بيتخانق وعمال يقول يا عم يا عم حاسب. اقول ايه يعني، ايه يعني الجيران ده؟ يا عم حاسب يا عم خش يمين. طب ده اشتري واحد، انا عايز اعرف واحد بيتكلم كده، الزبون يشتري منه ازاي؟ الزبون يشتروا منه ازاي؟ انا مش عارف الناس اتجننت ولا ايه. يا عم انت بتبيع، انت بتبيع، المفروض يبقى عندك كده هات يعني، يعني حاجه كده تجذب الزبون، تجذب الزبون. يا عم عم تقول يا عم حاسب، ايه يا عم ده اتخضيت يا عم، اتخضيت والميكروفون عالي ووجع قلب. ده انا مش عارف انا في ايه، في ايه يا عم؟ خلاص عرفنا شجره البطاطس ب 15 جنيه عرفنا والله. ده انا ده الواحد خلاص هيجيله، ده الواحد خلاص اتجنن، الواحد خلاص اتجنن. انا مش عارف الكورونا اتجننت الناس ولا انا مش عارف انا، ده زهق يا راجل.